ويطوي الزمن صحافه وسجافه. وتجد من أمثال هذا من أمثال هذا الذي نقوله الكثير والكثير، يعني من أمثال هؤلاء مالك بن دينار وجابر بن زيد، تجد من أمثالهم الكثير إلى زماننا هذا، إلى وقتنا هذا، وقبل وقتنا بوقت يسير، بزمن يسير. فتجدون مثلا الإمام المسلمين عزان بن قيس رحمه الله يقول رجل متهكما به مستهزئا به، يقول هذا عزان احنا بايعناه، يعني الإمام عزان بن قيس، نحن من بايعه، وإذا رفضناه ولم نرده بنقول بكذا، وكأن إيش يرفصه يعني. فمد رجله فما عادت مرة أخرى، بقيت كذا متخشبة إلى أن توفاه الله. ورجل آخر يقول لا تذكروا لهذا عزاب بن قيس عزاب بن قيس حتى لا أتغوط من فمي، فامتلاه الله تعالى بداء فصار يتغوط من فمه. هذا الذي من عادى لي وليا فقد ايش؟ فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الشيخ العلامة أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي رحمة الله عليه يحكى أن خادمه كان في ليلة وفاة الشيخ يسمع الشيخ يبكي بكاء عظيما ويقول اللهم رب ديني رب ديني، يعني أن ديوني كثيرة وباكر سألقاك فكيف بالوفاء. وبالباكر توفي الشيخ. ويحكي هذه القصة خادم الشيخ يقول فشيعت جنازته، ولما دخل المقبرة جاء رجل قبل أن يدفن الشيخ، جاء رجل لا يعرفه أحد من الناس وفي يده ورقة بها قائمة أسماء ويحمل في يده الأخرى كيسا، فنادى في الناس أين فلان بن فلان لفلاني، فجاء الأول قال لك كم لك على الشيخ، قال كذا، فدخل يده في الكيس وأعطاه، ونادى فلان بن فلان لفلاني كم لك على الشيخ، وأدخل يده في الكيس وأعطاه، إلى أن انتهت القائمة والناس في ذهول عجيب. ثم انتهى اللي في الكيس وانتهت القائمة، فطوى القائمة وأخذ الكيس وخرج ولم يشهد دفن الشيخ، انصرف. ووقع مثل هذا، يعني مثل ذي الكرامات ذي لعلمائنا المعاصرين. بإمكانكم مثلا أنكم تراجعوا ما يحكيه سماحة الشيخ المفتي حفظه الله تعالى وأبقاه عن شيخنا الشيخ محمود حميد الصوافي يحفظه الله، أنه سافر لإجراء فحوصات بألمانيا، فلما أجروا الفحوصات على دمه وجدوه نقيا نقاء عجيبا، تقول الطبيب تقول لو كان عندنا مثل كذا لأغلقنا نصف مستشفياتنا، ما نحتاج إلى بهذا النقاء وأنت رجل بهذا السن. كان الشيخ في السبعين من عمره آنذاك. ومن كراماتهم كذلك ما يحكيه حافر قبر الشيخ سالم بن حمد الحافظ رحمة الله عليه، اسمه مسلم بن سرور، هذا الرجل لا يزال موجود على قيد الحياة، يحدثني بنفسي بهذا المكان الذي يدفن فيه الموتى عندهم في المضيرب، مكان يعني جبلي ويحتاج إلى معدات صلبة عشان يحفروا الأرض. يقول أما قبر الشيخ سالم فلم نحتاج إلى شيء من تلك المعدات أبدا. ويشبه هذا، وأيضا صوته هو يحكي هذه القصة موجود أيضا في وثقته مرفوع أيضا في شبكة المعلومات، هو يحكي هذا بصوته. يقول وكأن المكان هذا لا جبل ولا صخر ولا حصى، بل هو كأن طحين، يقول كأن ما هو طحين
نحفره بهذا الشيوى اللي عندنا. ومن كراماتهم رضوان الله عليهم ما يشاهد عليهم بعد دفنهم من أنوار عجيبة، من أنوار تشاهد عليهم، حكاها الإمام السالمي رحمه الله وحكاها القطب أيضا. القطب عاد يحكي شيء عن نفسه، القطب يحكي، قطب الأئمة محمد بن يوسف الطفيش رحمة الله عليه، يقول والله، يقول الشيخ يحلف، يقول والله الذي أوجب الصدق وحرم الكذب لقد خاطبني الجن بعد سماهم بأسمائهم، شم هاروش وابن الأبيض وابن الأحمر، يسميهم كذب أسمائهم، قالوا لي اعلم أيها الشيخ أن ندعو الله تعالى لك بالتسديد والتوفيق والبركة، وأن دعاءنا عليك كالصومعة حولك تحيطك من كل جانب. ذكر هذا في بعض مؤلفاته بقلمه، يذكر ذلك، ما أنه يحكى عنه، هو يحكي. الأنوار، يقول نور الدين السالمي رحمه الله، ترى على قبورنا عيانا وهكذا ترى على أحيانا، وهي على أهل الصلاح منا دون البغاة رحمة ومنا. وممن حكاها كذلك الشيخ أحمد بن منصور الفارسي المنحي في ضمن قصيدة له حول أعلام منح، حتى جاء لي ذكر الشيخ العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي، قرأ وناهيك بالشيخ الجليل فإنه فتاويه عزت أن يضيق بها سفر، قرأ لبيان الشرع 70 مرة وأخرى 3 ما استضاق به الصدر، على قبره الأنوار في كل جمعة ترى من بعيد يستضيء بها القبر، ليلة كل جمعة يرون نورا ساطعا على قبره. وهو يحكي هذا عن غيره ويحكيه عن نفسه، يقول وهالات أنوار بعيني رأيتها، ويقول رأيته وأنا في قرب مقبرة على شواهد قبر لا حور ارتفع، وسألت الشيخ الرضا سعيد بن خالد الخروصي رحمة الله عليه، سألته عن رؤيته الأنوار، قال نعم رأيتها، قلت لبلغني أنك رأيتها مرة، قال بل رأيتها مرارا. وأدركت جامع فرق في نزوة، وهو مسجد طين كان ذاك الوقت، والإمام الذي يصلي به رجل كبير في السن، فبعد المحاضرة خرجنا وعن يسار المسجد مقبرة، لا تزال المسجد لا يزال مكان لكن بني الآن، قال لي شوف هذه المقبرة دي في مثل هذا الوقت يعني بعد صلاة العشاء، هذه المقبرة دي يتحول ليلها نهارا تشع بالأنوار، كلنا يعني احنا واحنا صغار نرى هذه الأنوار واضحة ظاهرة نشاهدها. ويتحدث رجل شاب هو لا يزال موجود إلى الآن، يقول كنت أنافس الشيخ القاضي العلامة سالم بن حمد الحارث رحمه الله، أنافسه على المسجد الفجر، فآتي قبل الأذان بربع ساعة فألقاه قد سبقني، نصف ساعة فأجده قد سبقني، ساعة قاصر فأجده قد سبقني. ويقول وكي أكون يعني يكون أمينا في الكلام، يقول ما سبقته من عدة مرات حاولت أن أسبقه فيها إلا مرة واحدة بس جئت قبله، وأما بقية المرات ما سبقته أبدا. يقول ومرة من المرات يقسم بالله تبارك وتعالى، يقول أني رأيت عجبا، يقول جئت كعادتي أفتح المسجد وأدخل فأجد الشيخ قد سبقني، لكن هذه المرة وجدت الشيخ جالسا في المحراب يذكر الله تعالى، وعلى رأسه من السقف نور نازل صاعد
أنوار تتشعشع على الشيخ صاعدة نازلة. أنا يقول كنت أقرأ في الكتب عن الأنوار لكن أشوفها بعيني هذا أمر مذهل، فقشعر بدني وقف شعري وبقيت متيبس مكاني، لم أخطو خطوة لا للأمام ولا للخلف، بينما الشيخ بقي متوجها إلى الله في محرابه. ثم يقول كأنه أحس بي فالتفت وقال فلان، قلت له نعم الشيخ، قال تعال دخل يستريح دخل. يقول فدخلت وبقيت يعني في اضطراب عجيب إلى أن أذن الفجر، وصلينا الفجر. يقول وبذاك اليوم استويت إبراهيم بن أدهم في العبادة، ما خرج من المسجد إلى أن طلعت الشمس وبدأ الناس يدبون ويتحركون، وسكن ما في نفسي وخرجت ماشياً.